مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اليوم إن شاء الله بإذن الله مراجعة سريعة على درس التلوث، وهو الدرس الأول من الوحدة الرابعة. بداية تعرفنا على معنى كلمة التلوث، وقلنا أن التلوث هو إدخال، أننا ندخل مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو طاقة، ندخلها إلى البيئة. هذا الأمر يكون له ضرر على البيئة، يؤدي لحدوث خلل، يؤثر على الكائنات الحية. إدخال مواد صلبة سائلة غازية أو طاقة إلى البيئة مما يؤدي إلى حدوث خلل يؤثر على الكائنات الحية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أنواع التلوث. حسب الصور التي أمامك نستطيع أن نستنتج أنواع التلوث. الصورة الأولى تشير إلى تلوث الهواء، الصورة الثانية تشير إلى تلوث المياه، الصورة الثالثة والرابعة تشير إلى تلوث التربة. إذن لدينا ثلاث أنواع للتلوث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أسباب تلوث الهواء، وقلنا سابقا أن التلوث الهواء هو من أضر أنواع التلوث التي تسبب نسبة وفيات كبيرة جدا، كما رأينا سابقا في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019. أسباب تلوث الهواء تتمثل في عدة أشياء، منها ما هو بشري، أي أن الإنسان قام بهذا التلوث، ومنها ما هو طبيعي لم يتم تدخل الإنسان فيه. الصورة الأولى كما نرى وهي حرائق الغابات، هل هذه بشرية أم طبيعية؟ حرائق الغابات، بالطبع حرائق الغابات قد يكون الأمر بشري، أن الإنسان هو الحرق الغابة أو نتيجة عمل إنسان معين في الغابة أدى إلى حرائق الغابات، وقد تكون ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى حرائق الغابات، لكن في الآخر هي تحسب على بشرية. إذن رقم واحد وهي حرائق الغابات. الصورة الثانية وهي البراكين، الرماد البركاني والدخان البركاني الذي يخرج، هل البركان نفسه هو من صنع البشر أم من صنع الله؟ هو من صنع الله، إذا نعتبره السبب الثاني لتلوث الهواء، وهو سبب طبيعي، وهو الدخان والرماد البركاني. الصورة الثالثة وهي صورة المنشآت الصناعية، الدخان المصانع، هل هذا من صنع البشر أم من صنع الله؟ بالطبع المصانع من صنع البشر، فبالتالي المواد الكيميائية والغازات السامة من دخان المصانع التي تخرج من دخان المصانع، وهو من الأسباب البشرية التي تؤدي إلى تلوث الهواء. الصورة الرابعة وهي الصورة تمثل الغازات التي تستخدم في المبردات والتكييف، وهو استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون، وهي تعتبر من الاستخدامات البشرية، لأن الإنسان هو الذي يستخدم هذا الغاز، فبالتالي كثرة استخدامه يؤدي إلى تلوث الهواء. الصورة الرابعة والأخيرة وهي تسرب المواد المشعة من المفاعل النووي، وهي هذه تكون أسباب تلوث الهواء. لدينا خمس أسباب لتلوث الهواء كما ذكرنا سابقا ونراجع عليها. بما أن هناك أسباب لتلوث الهواء فلا بد من وضع حلول، هذه الحلول تتمثل في الآتي. هنا يعدد ويلخص حرائق الغابات الأسباب: الدخان الرمادي، إطلاق الدخان والرماد البركاني، إطلاق المواد الكيميائية السامة من المصانع والسيارات، استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون، وتسرب المواد المشعة. الحلول المقترحة لتلوث الهواء: واحد، أننا نضع معايير لجودة الهواء والالتزام بها، لابد على المصانع ولابد على المفاعلات النووية أن تكون هناك معيار لجودة الهواء، لابد أن الكل يلتزم بها حتى لا يضر من الهواء. اثنان، نعتمد على وقود أنظف، تكنولوجيا ومعايير أكثر كفاءة للسيارات، بدل ما نستخدم السيارات التي تعمل به
الديزل، انتقلنا إلى السيارات التي تعمل بالبترول وهو أقل تلوثا، ثم انتقلنا إلى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وهو أقل تلوثا، ثم أصبحنا نعتمد على السيارات التي تعتمد بالكهرباء وهي أقل تلوثا ولا تلوث البيئة. الثالث وهو عدم حرق النفايات في الأماكن المفتوحة، لا نحرق النفايات في الأماكن المفتوحة مما حتى لا يتطاير الدخان أو حتى لا يؤثر الدخان على البيئة. الرابع التحول، أننا نتحول لتقنيات إضاءة مثل المصابيح الشمسية بدل ما نستخدم الإضاءة التي تلوث البيئة وتؤدي إلى تلوث البيئة، نستخدم التقنيات اللي هي تعتمد على المصابيح الشمسية وهي بيئة نظيفة وهي طاقة نظيفة وطاقة متجددة. هذه الحلول التي تمنع أو تواجه تلوث الهواء. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التلوث وهو تلوث المياه. كما نرى أمامنا تلوث المياه من الأشياء الصعبة جدا على الإنسان أن يلوث المياه. التلوث إذا لوثت المياه بالتالي الإنسان يشرب المياه، الحيوان يشرب الماء، النبات يعتمد على المياه أيضا في الري، فبالتالي تلوث المياه نفسه هذه من الكارثة التي تؤدي إلى مصائب كبيرة فيما بعد، تؤدي إلى كثير من الأمراض. أسباب تلوث المياه كما نرى، أننا نلقي مياه التبريد المستعملة في محطات الطاقة الكهربائية، المصانع وغيرها من المسطحات المائية، هذا بالطبع الماء المستعمل أننا نلقيه في المسطحات المائية، نلقيه في البحار، نلقيه في الأنهار، ده بالطبع يؤدي لتغيير الخواص الطبيعية للماء، يغير خواص الماء الطبيعية، فإذا تغيرت خواص الماء الطبيعية فبالتالي أصبح الماء ملوثا، فبالتالي أننا نلقي المياه الملوثة الخاصة بمحطات الطاقة والمصانع نلقيها في البحار أو الأنهار، ده بالطبع يؤدي أنه يلوث المياه، فبالتالي أصبح لدينا الأمر من هذه من أكثر الأسباب شيوعا وانتشارا، وهو انتشار المسطحات المائية إلقاء فيها المخلفات. الأمر الثاني، لدينا بعض الدول وخاصة الدول التي تنتج النفط، وإنتاج النفط يكون من حقول برية وحقول بحرية. الحقول البرية لا شك لا ضرر على المياه فيها، لكن لدينا ضرر في الحقول النفط البحرية، تسرب مياه النفط في البحار والمحيطات مما يؤدي إلى تشكيل الضرر، إن هو نعمل طبقة عازلة، تكون هناك طبقة عازلة فوق سطح الماء تعيق التبادل الغازي ما بين الهواء والماء، لا هناك هواء يدخل إلى الماء ولا العكس، فبالتالي ترجع أسباب تسرب النفط للمياه إلى التالي. النفط يتسرب للمياه للتالي، النفط البري نريد أن ننقله من دولة إلى دولة، ننقله عن طريق السفن، هذه السفن إذا تعرضت لأي حادث بالتالي تسرب الماء في البحر، حوادث نقلات البترول. اثنان، استثمار النفط في عرض البحر وما تحدثنا عنه وهو النفط البحري، النفط الذي يستخرج من البحر، فبالتالي ده يؤدي أيضا إلى التسرب. ثالث وهو النفايات والمخلفات النفطية التي تلقيها نقلات النفط، نقلات النفط التي تنقل النفط نفسها، السفن التي تنقل النفط أحيانا تلقي النفايات والمخلفات بتاعتها الخاصة بها تلقيها في البحار، فبالتالي يؤدي إلى تلوث الماء. مصافي النفط أيضا. ننتقل بعد كده إلى السبب الثاني من أسباب تلوث الماء وهو إلقاء مخلفات المدن. مخلفات المدن، المصانع في مياه البحار والأنهار، هذه المخلفات قد لا تكون مياه بالطبع، يعني من الممكن أن تكون أشياء صلبة نلقيها في الماء أو نلقيها في البحر أو نلقيها في النهر، هذا يؤدي إلى نمو وتكاثر معظم الكائنات المائية والنباتية والحيوانية. الصورة التي أمامك توضح هذا، مواد صلبة ألقيت فيه، مواد صلبة ألقيت في البحار والمياه، فبالتالي دي مخلفات مدن، مخلفات مصانع، أدت لتكاثر معظم الكائنات المائية والنباتية والحيوانية، بالتالي أصبح عندنا تلوث للمياه. الصورة الأخيرة والأصعب، إلقاء مياه الصرف الصحي في مياه البحار والأنهار، هذا من الفساد، هذا من الفساد أن تلقى مياه الصرف الصحي في مياه البحار والأنهار، هذه هي أسباب تلوث المياه. ننتقل بعد ذلك إلى المواجهة لتلوث المياه، الحلول المقترحة، ماذا تفعل الدول وما على الإنسان فعله. الدول لابد من إنشاء
منشآت لمعالجة مياه المصانع ومعالجة مياه الصرف الصحي قبل إلقاؤها في المسطحات المائية. لابد أن نعالج هذه المياه ونرفع منها ونزيل منها ما هو ضرر على المياه ونعالجها، ثم بعد ذلك نصرفها في المسطحات المائية. الأمر الآخر أننا نضع المواصفات الخاصة التي يجب توفرها في المياه تبعا للغاية المستخدمة من أجلها. بمعنى هناك مياه تستخدم للشرب الإنسان، لشرب الإنسان، هناك مياه لشرب الحيوان، هناك مياه لري الأرض الزراعية، هناك مياه تستخدم في أنواع أخرى، هناك مياه تستخدم في المصانع، وهناك مياه تستخدم في كل شيء. لابد أننا نضع مواصفات خاصة لكل نوع من هذه الأنواع حتى نعالج مشكلة التلوث. مواصفات خاصة لمياه الشرب، أخرى مواصفات خاصة لمياه المستخدمة في السباحة، مواصفات خاصة للزراعة. الحل الثالث وهو أننا ننشئ مختبرات التحاليل الكيميائية الحيوية الخاصة بمراقبة التلوث الماء. لا ندع تلوث الماء هكذا، لابد أن ننشئ مختبر يقوم بعملية المراقبة لتلوث الماء، يقوم بتحليل دوري للمياه للوقوف على نوعية التلوث ووضع الحل له السريع. إذا كان هناك مختبر فبالتالي هو تخصصه لتلوث المياه، نجعل هذا المختبر تخصصه لتلوث المياه. إذا أردت أن تتابع وأن تراقب تلوث المياه بصورة دورية ثم تضع الحلول بشكل دوري أيضا. هذه كانت الحلول المقترحة لتلوث المياه. الصورة التي أمامك توضح تلوث التربة. أسباب تلوث التربة: الأول أننا نزيل الغابات، نزيل الأشجار من الغابات، هذا يؤدي إلى تلوث التربة. الأمر الثاني التوسع العمراني، نبني على أراضي زراعية، نزيل الأراضي الزراعية ثم نقوم بوضع البناء عليها، هذا يؤدي إلى تلوث التربة. غيرت في شكل التربة، التربة زراعية جعلتها بدل ما هي تربة زراعية جعلتها للمباني، هذا أيضا يؤدي إلى تلوث التربة. تراكم النفايات، نلقي نفايات البيوت ونفايات المصانع نلقيها في على التربة، فبالتالي يؤثر. لابد أن هناك يكون حل بدل من أن نلقي هذه النفايات على التربة، سواء بقى نفايات المصانع أو نفايات المنزل، لابد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة. الأمر الآخر الإسراف، وهذه من الكوارث التي تؤثر على التربة وأيضا تؤثر على النباتات فتؤثر على الإنسان بالطبع. أننا نسرف في استخدام المخصبات الكيميائية والمبيدات الحشرية، هذا يؤثر على التربة بشكل غير طبيعي في التلوث. الأمر الآخر وهو دفن النفايات النووية في التربة، وهذه رأس المصيبة. النفايات النووية ندفنها في التربة يؤدي إلى تسرب نووي، مما يؤدي إلى عجز التربة فيما بعد على الزراعة، أو عجز التربة على أن الإنسان يعيش عليها، أو عجز التربة أن هي ننشئ عليها أي مبنى. النفايات النووية إذا وضعت في تربة بعينها لا نستطيع أن نستخدم هذه التربة مرة أخرى، بالتالي هذه أشكال تلوث التربة. ثم وضعنا حلول مقترحة لتلوث التربة، بدلا من أن نزيل الغابات نوسع في زراعة الأشجار، نزرع الأشجار بكميات كبيرة جدا فبالتالي يكون التربة قوية ونستطيع أن نستفيد منها. الأمر الثاني بدلا من أننا نستخدم المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية بإسراف، لا، نحد من هذا الإسراف، لا تسرف استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية. الأمر الثالث نشجع البحث التطوير في مجال مكافحة تلوث التربة وإداراته. لابد في كل الدول أن يكون هناك مركز للبحث، البحث والتطوير، يعالج أي مشكلة تظهر في الدولة ويدير هذه المشكلة. الأمر الأخير وأننا نعيد التدوير للمخلفات المضرة بالبيئة.
أي مخلف مضر بالبيئة بدل من أن نلقي نفايات المصانع ونفايات المنازل نلقيها على التربة فتؤدي إلى تلوث التربة، لا، نعيد تدوير هذه المخلفات، خاصة المخلفات البلاستيكية والإطارات المطاطية، نعيد تدويرها ونستخدمها مرة أخرى بدلا من أن تكون مضرة للتربة ومضرة للبيئة، بالطبع أصبحت نافعة للإنسان ونافعة للبيئة. إلى هنا نكون قد انتهينا من المراجعة على الدرس الأول، أخذنا تعريف التلوث ثم انتقلنا إلى أنواع التلوث وتلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث التربة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.